السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة، وأعتذر كثيرا عن التأخير لأنني كما لاحظتم أنني ابتعدت شيئا ما عن اليوتيوب لمدة شيئا ما ليست بالطويلة والقليلة لظروف عائلية وعملية فقط، لكن كما قلت القناة سوف تستمر وسوف أقوم بتنزيل فيديو أشرح فيه يعني خطة يعني السنة المقبلة إن شاء الله. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن موضوع يتعلق بالسيرة الذاتية. هناك العديد من الإخوان يتساءلون عن كيفية كتابة السيرة الذاتية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من الفرص العمل أو المهن التي لا تحتاج إلى سيرة ذاتية، يعني عندما تريد التقديم على عمل ما يعني لا تحتاج السيرة الذاتية صراحة، يعني كل ما عليك القيام به مثلا ذهب إلى فندق، ذهب إلى معمل، تملأ استمارة أو يسمى بالابليكيشن فورم، يعني هي استمارة خاصة بالعمل، تملأ اسمك، معلوماتك الشخصية، الاسم الشخصي وكذا، والعنوان والسوشيال سيكيورتي نمبر، هذا ضروري حتى يتأكدون أن عندك الحق أنك مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندك الحق أنك يعني عندك الحق للشغل، لأن هناك العديد من الإخوان الذين هم illegal يعني غير شرعيين ويقدمون على عمل، يعني لأنهم يقومون بتزوير بعض الوثائق وهكذا، وهذا معروف بعض اللاتينيين الذين يقومون بشراء أوراق يعني تثبت بأنهم مقيمين شرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أرباب العمل يتأكدون بها الطريقة، وهي طريقة تسمى بالإي فيريفاي، يعني يقومون بإدخال معلومات إلى يعني نظام ويتأكدون بأن هذا الإنسان مقيم أو غير مقيم وهذه الأشياء. فعلى كل حال بالنسبة للسيرة الذاتية أو بالنسبة بالريزيمي كما قلت هي ليست ضرورية في العديد من الأحيان إلا في بعض الوظائف أو بعض المهن أو بعض المرات تأخذها يعني كاحتياط معك. السيرة الذاتية عندها العديد والعديد من يعني الأشكال، يعني ليس هناك شكل واحد، هناك العديد من الأشكال. غالبا نبدأ السيرة الذاتية يعني كتصميم، سأعطيكم تصميم يعني بسيط 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 جدا. يعني السيرة الذاتية تبدأ في الأول بكتابة الاسم العائلي والشخصي، تبدأ بالاسم الشخصي ثم العائلي، تكون ببونت عريض أو بحروف يعني كبيرة بخط كبير، بعد ذلك تكتب العنوان والهاتف والإيميل، أوكي. بعد ذلك تنتقل إلى أول فقرة وهي ما اسمها بالأوبجكتيف، يعني ما هدفك من هذا العام، ما هذا السي في أو ما من هذه السيرة الذاتية، يعني تعطي في سطر تقريبا أو سطر ونصف فكرتك حول يعني مسارك المهني، معناه أنت تقول أنني أنا بروفيشنال أبحث عن عمل في كذا في 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 شركتكم أو شيء من هذا القبيل للدفع بالشركة إلى الأمام مثلا. هذا الأوبجيكتيف، كل هذه الأشياء التي أقولها هي أشياء عامة، أقولها مرة أخرى هي أشياء عامة عليكم بالبحث، يعني مثلا الدخول على جوجل وكتابة ريزومي simple يعني كمثال مثال، وسوف تجدون لأن هناك اختلاف في 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 السيرة الذاتية، هناك الكرونولوجيكال التي تبدأ بالسنوات، يعني مثلا تذهب إلى الإكسبيرينس وتكتب سنة من كذا إلى كذا مهنتك وأين اشتغلت وهذه الأشياء، وهناك بعض الريزمي التي ليس فيها الكرونولوجيكال، يعني تحدث فقط على المهنة، يعني هناك العديد من 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 الأشياء. كل ما عليكم البحث القيام به والدخول على جوجل والبحث عن التصميم يعني الذي يلائمكم أولا، هذه أولا. ثانيا ابتعدوا عن الكذب، يعني كتابة بعض المهن التي لم يعني تشتغلين فيها، لأن هنا في أمريكا غالبا أقول غالبا وليس دائما غالبا يتصلون بالمشغل الأول، يعني مثلا تقول لهم أنني اشتغلت في معمل كذا، كن متأكد أنهم غالبا أقول سوف يتصلون بهذا، لأن سيسألون عن يعني كيف تتصرف في الشغل، هل أنت مواظب في الشغل، أنك تأتي في الوقت، يعني هذه الأشياء. حاولوا عدم الكذب، عدم إدخال معلومات غير صحيحة في 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 سيرتكم الذاتية. فكما قلت بعد كتابة المعلومات الشخصية في الأعلى، كتابة الأوبجكتيف، بعد ذلك نذهب إلى السكيلز وهي السؤال، هي أول نظرة
يقوم يعني المشغل بقراءتها؟ يعني ما هي السكيلز التي لديك؟ يعني مثلا هل تتكلم باللغات؟ هل يمكن الشغال تحت الضغط او ما يسمى بالاندر بريشر؟ يعني معلومات تعطيها حتى يتمكن مشغلك من معرفة او عند بناء فكرة عن شخصيتك ومهاراتك. اوكي، بعد ذلك تنتقل الإيديوكيشن او الدراسه، فتكتب يعني مثلا باشر دوغري، يعني مثلا اجازه فاصله مثلا مدينه كذا، مثلا رباط فاصله موروكو، وتكتب يعني تحتها تخصص او السنه، يعني شيء من هذا القبيل. هذه هي الايديوكيشن. بعد ذلك تنتقل الاكسبيرينس. الاكسبيرينس تبتدئ باخر عمل، اوكي، اخر عمل، يعني مثلا السنه الماضيه او الشهر هذا او الشهر الماضي اخر عمل كنت تشتغل فيه، او حتى اذا كنت لا زلت تشتغل، يعني مثلا تعمل من 2016 تو بريزنت الى لحد الان افعل كذا 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 كذا. اوكي، فنبدا بالجديد وهكذا الى نصل الى اقدم مهنه او اقدم وظيفه اشتغلت فيها. اوكي، بعد ذلك ننتقل الى سيرتيفيكيت. إذا كان عندك شواهد، أقول سيرتيفيكيت ليس دراسة، لأن هناك بعض الإخوان عندهم لايسنس. شخصيا عندي يعني لايسنس في بعض الأشياء فأضيفها في السي في. أما بالنسبة للهوبيز أو ما يسمى بالهوايات، لا أنصح بوضعها، لأنه ولا يهمه الهوايات وهذه الأشياء، يهمه تجربتك، يهمه دراستك فقط، سكيلز مهاراتك التي لديك فقط. اوكي، يوم المقابله سوف يعني يسالك اسئله تتعلق بماذا فعلت هنا وماذا فعلت هنا وماذا فعلت هنا وماذا فعلت هنا. اوكي، الان ناتي الى المهم، اوكي، وهو الاكسبيرينس. الاكسبيرينس اريد تحديد بعض الاشياء فيها. هناك العديد من الاخوان الذين يبداون بكتاب، مثلا اقول انا اشتغلت أبيع في السيارات، فأوكي سوف أكتب مثلا من إلى في محل كذا sales car or car sales representative. car sales representative يعني مندوب مبيعات، بالعربية مندوب مبيعات في السيارات. أوكي، تحت هذه الأشياء أقوم بإعطاء وصف لماذا أقوم، ماذا كنت أقوم، أبيع السيارات، عندي الانفنتوري، يعني أشياء لا يمكن يعني ترجمتها لكم الآن بالعربية، لكن تقوم بكتابة ماذا كنت تقوم في هذا العمل، ماذا كنت تفعل، يعني باختصار ثلاث سطور فقط. الفعل يجب تركيبه في الباست، يعني مثلا تقول worked أو worked، cleaned، لا تقول I cleaned، لكن تقول cleaned مثلا cars، worked in a warehouse or factory. دائما الفعل يبنى للماضي، يصرف في الماضي. هناك بعض الإخوان الذين يكتبون على طريقة ING، يعني مثلا يكتب working، pulling، cleaning، يعني هذه الأشياء. فالغالب في الأمر شخصيا اكتب الفعل في الماضي، اصرفه في الماضي كيفما كان هذا الفعل، اصرفه في الماضي، يعني cleaned كذا، sold كذا، يعني هذه الاشياء. فهذه الاشياء ياخذونها بعين الاعتبار. بالنسبه للاخوان الذين يجدون صعوبه في هذه الاشياء ولا يمكنهم يعني القيام بهذه الاشياء، هناك بعض الجهات التي تساعد، مثلا مكاتب الشغل او ما يسمى بالورك فور سنتر هنا في امريكا، تذهب اليهم تقول لهم مثلا اريد شخص ما ان يساعدني في كتابه السيره الذاتيه، وتاخذ انت المعلومات مكتوبه بالانجليزيه ويساعدك الشخص في تصميم يعني الريزومي. هذه تكون احسن لانهم هما اكثر يعني تجربه واكثر اهتمام بهذا الميدان، لانهم هما غالبا يكونون موجهين، يعني او ما يسمى جوب كونسلر، يعني يبحث لك عن عمل، يوجهك، يساعدك، يقول لك كيف تشتغل، كيف تبحث عن عمل، ما هو نقاط ضعفك في السيره الذاتيه، ما هي النقاط التي يجب التركيز عليها في يوم المقابله، اشياء من هذا القبيل. فانصح بعض
الإخوان بالذهاب إلى ما يسمى بالورك فورس سنتر. هناك أشخاص يعني فقط ذهب للاستقبال موظف الاستقبالات وتسأله أريد مساعدة في كتابة الريزومي وسوف يوجهك لشخص ما، سوف يجلس معك ويساعدك في كتابة الريزومي هناك، وتقوم بعمل برينت أو نسخ لعدد كافي من السير الذاتية وتأخذها معك إلى منزلك، وأنا ذاك أينما ذهب تذهب معك تأخذ معك ريزومي. هذه من الأحسن، لأنه كما قلت هناك أغلبية الفرص العمل هنا في أمريكا يمكن الدخول فقط على الموقع وعمل يعني البحث عن العمل الذي تريد، وبعد ذلك تضغط على apply يعني apply، وسوف يطلب منك من الاستمارة مثلا إدخال اسمك أو create an account يعني إنشاء حساب، وبعد ذلك تملأ الاستمارة وتدخل الريزومي. هناك يطلب الريزومي السيرة الذاتية، هناك ما يطلب الكفر ليتر أو ما يسمى برسالة التزكية، يعني شيئا من هذا القبيل. ففي كما قلت أريد باختصار أن أشرح لكم ما هي طريقة السيرة الذاتية. يمكن الدخول على جوجل، يمكن الدخول على يعني مايكروسوفت وورد، خصوصا اذا كان هنا انسان يعيش وعنده بالنسخه الانجليزيه يمكن الدخول على مايكروسوفت وورد والبحث في ريزومي، وسوف يعطيكم تصميمات كثيره. حاولوا لا يعني تقوموا بتصميم يعني ريزومي يعني تكون اكثر جماليه، يعني هما يحبون الشيء البسيط والمختصر. هذا كل ما يتعلق ب يعني كيف كتابة ريزومي. سوف أحاول إيجاد موقع وسوف أضع لكم في الرابط أسفل حتى تتمكنوا من معرفة طرق يعني كتابة السير الذاتية. وحد سعيد مرة أخرى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.